ملاحظات بما انه امتحانكم بعد وقت عليه للخميس، نعطيك مجموعة ملاحظات شلون تقرأ هذه المادة، وبعدين يعني راح افتح المجال انه اذا طالب عنده استفسار او سؤال او ايش. بالحقيقة المادة بالكورس الاول هي مادة مو صعبة، بالعكس يعني انا اوصفها انها مادة ابسط من الكورس الثاني بسبب انه مواضيعها ما مترابطة. يعني انتو شفتوا بالكورس الثاني الشير فورس البندنج مومنت هو الموضوع الاساسي، البندنج ستريس شير ستريس ديفلكشن كلها تعتمد عليه، في حين بالكورس الاول المواضيع مبعثرة، يعني الاسطوانات رقيقة الجدران بوحد ما لها علاقة بالثيرمال ستريس مثلا، الاكسيالي لودد موضوع بوحده. فيعني مبدئيا خلنا نتفق انه مادة الكورس الأول ليش أقول عنها أبسط؟ لأن أنت ممكن إذا ما فهمت موضوع ما يأثر على باقي المواضيع، يعني مو مثل الكورس الثاني اللي إذا أنت مثلا ما فهمت الشير والبندنج بعد خلاص ما راح تقدر تفهم باقي المواضيع، ما تسيطر عليها. راح أعطي مجموعة من الملاحظات وأعرض يعني بعض الملفات مالت المحاضرات، يعني أتمنى تخلي ورقة وقلم يمك حتى تسجل الملاحظات، او اذا احد من الطلاب يسجل الميتنج وينزله بعدين ماكو مشكله، بس خليني ابدي اعرض ملفات المحاضرات ونتكلم عنها بالترتيب. طبعا انا اعتمدت على محاضرات دكتور سامر باعتباره هو اللي درسكم الماده، و يعني الفيديوهات اللي نزلت لكم هواي طلاب، وصلتني رسائل من كثير طلاب يسألون انه احنا نعتمد بس على الفيديوهات. لا، انا اجاوبك بالطريقة التالية، هذه الفيديوهات اللي نزلت لك اياها انا هي لغرض الفهم، لان يعني كثير من الطلاب قالوا احنا مادة الكورس الاول ما فاهمينها، فلهذا انا ركزت بس على الافكار اللي اعتقدها صعبة. يعني مثلا موضوع السترين بالبداية ما حكيت عنه هواي، مثال واحد حكيت عنه فقط ومشيت، على اعتبار هذه اكو مواضيع بسيطة انت اذا تقراها لوحدك تفهمها، لكن ركزت على الافكار الصعبة بالمواضيع. ولو يعني ارجع اقول هي المادة اصلا كلها هي مادة سهلة، قد تكون ابسط بكثير من مادة الكورس الثاني، لكن يعني ركزت بالفيديوهات على الأفكار المهمة، فلهذا راح أرجع أكررها أكثر من مرة، إنه أنا ما جاي أقول لك لا تقرأ المحاضرات، محاضراتك مال دكتور سامر تقرأها مثل ما هي، يعني الرجل الكورس الأول كامل درسكم إياه، يعني بس امتحان ما امتحنكم هو، فتقرأ المحاضرات كلها، الفيديوهات اللي أنا نزلت لك إياها إذا تشوفها تقدر تفهمها بطريقة أبسط من الفيديوهات اللي نزلها دكتور سامر، فأقدر أقول لك أوكي يعتمد على الفيديوهات اللي أنا نزلتها لغرض الفهم. يعني مبدئيا خلينا نقول بهالشكل، وخليني أبدي مثلا على محاضرة نبدي بيها. يعني راح أعرض المحاضرات، محاضرات دكتور سامر كل فصل أعرض الوحدة وأعطيك ملاحظات عليها، مثل ما قلت يا ريت تسجلها وتحاول تلتزم بها. وخليني أبدي من أول ملف منزله دكتور سامر، هذه اللي يفترض ظهر قدامك على الشاشة هسه، واللي هو بداية المنهج، وكاتب لكم ميكانيكس أوف ماتيريالز، نعطيك هذه الرفرنسز. هذه بالبداية هنا المحاضرة تتكلم عن المواضيع الأساسية لمادة مقاومة المواد، شنو الأشياء اللي تحتاج؟ هذه يعني حتى بالكورس الثاني إذا تتذكرون حكيت لكم عن معادلات التوازن، شلون تستخدمها، وكل نظام كل واحد من أنظمة القوى شلون نتعامل ويا معادلات التوازن. تكلمنا عن أنواع المساند وردود الأفعال، نفس الشيء بالكورس الثاني، هذه يعني هذه الملزمة أو هذا الملف هو ملف توضيح للأفكار الأساسية اللي تعتمد عليها مقاومة المواد. وبالبداية كان يعني شوف هذه المحاضرة تتكلم عن النورمال ستريس والشير ستريس،
يعني هذه الصفحة شوفها normal stress يعني الإجهاد العمودي والشير stress إجهاد القص. يعني أنا إذا تسألني هذا المثال أشوفه يعني سابق لأوانه، هذا المثال شوفه سابق لأوانه، لأن يعني مو مال بداية المحاضرة واحد ينطي مثال صعب، هذا المثال فيه فكرة إنه شلون تتعامل ويا المقطع المتغير. اقرأ لغرض الفهم، هذا يعني هذا المثال اقرأ أنت لغرض الفهم. مثلا هذا المثال جاي يتكلم عن تراس، وانت تتذكر في مادة الستاتيك انت اخذت موضوع التراس بطريقتين، طريقة الجول هو نعطيك التراس ونعطيك المساحة المقطع العرضي لكل ممبر وطارش قد مقدار الأكسيال ستريس اللي راح يصير في كل ممبر. مجرد يعني مثل ما أنت تعلمت في مرحلة أولى تحسب الكليرينج هو إجهاد التحميل يسمونه. هذه يعني هذه مواضيع أساسية يعني تقدر أنت تقرأها لغرض الفهم فقط. إذا تسألني بالامتحان يجي عن هالشيء أقول لك ما يجيك عن هالشيء، لكن هي مفاهيمها تجي، يعني شلون تحسب الإجهاد العمودي راح تتعرض لباقي المواضيع، شلون تحسب إجهاد قص تتعرض لباقي المواضيع. فيعني اقراها فقط لغرض الفهم. زين، هذه فيما يخص المحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية أيضا خلي أعرضها. المحاضرة الثانية بس خلي أعرض الملف مالتها. شوف يمك يفترض ظهرت على الشاشة اللي هي هذه الأناليسيس أوف سترين يعني الانفعالات. جاي يتكلم عن مفهوم الانفعال سترين. ايضا كثير طلاب سألوني هذه نقراها. نعم ايضا نقراها لغرض الفهم. شنو السترين؟ الانفعال هو التغير بالطول على الطول، يعني التغير بالطول على الطول الاصلي. بعدين تشوف هنا هذه اقراها فقط لغرض الفهم. وشنو العلاقة بين السترس والسترين؟ شنو بويزن ريشيو؟ مفهوم بويزن ريشيو اللي هي هذه ماينس الانفعال العرضي لاترال سترين على اللونجيتيودينال سترين. هذه لازم نفهمها. هذا المثال انا شرحته بالفيديو، تقدر ترجع له تشوفه. هذا المثال مهم للفهم يعني حتى تعرف شلون تتعامل ويا الانفعالات. هذا المثال اذا تقراه. باقي الأشياء بهذه المحاضرة هي كلها يعني مفاهيم أساسية فقط، أقرأها مثل ما جاي يقول لغرض الفهم. يعني بالامتحان ما يجيك سؤال خاص بهذه المواضيع، بس أنت هذه المفاهيم تستعين بها في باقي المواضيع. أول موضوع بدينا بشكل يعني بالفيديو، أول موضوع بديت بشكل موسع هو الأكسيالي loaded members. الحقيقة أنا يعني من شرحت هذا الموضوع بس خليني أسوي له مشاركة. ما أتوقع موضوع صعب بالنسبة للطلاب، لأن هو مفهوم، ويعني بعض الطلاب كانوا مستغربين شلون إنه أنا شرحت لهم الموضوع يعني بشكل إنه أنت هذه الأجسام تأخذها يا أما على التوالي أو على التوازي. هذه الأفكار معروفة، يعني هذا الموضوع معروف انه انت الاجسام يا اما تربط على التوالي او تربط على التوازي، ومن تربط على التوالي الاستطالات تكون مجموع، من تربط على التوازي تكون اكو علاقة مساواة بين الاستطالات بشكل معين. يعني بالعكس، وانا مستغرب ليش الطلاب ما يعرفون هذه الفكرة، لان فكرة شهيرة جدا ومعظم المصادر والكتب تلقاها لو تشوفها باليوتيوب
ايضا يشرحوها بهالطريقه هذه، ما اعرف يمكن يعني ما متاكد، بس من تخليها بهالشكل من تفهمها بهالشكل يكون الموضوع بسيط عليك. شنو اللي اتمنى تفهمه بعد الفصل؟ اولا شوف يعني مثلا هذا المثال، يعني راح اشرح راح اوضح شلون تدرس هذا الفصل بحيث تفهمه بشكل بسيط. دائما اسأل نفسك سؤالين بالاكسيالي لودد ممبر، اسأل نفسك سؤالين، قول هذا السؤال الاجسام مربوطة على التوازيل وعلى التوالي، هذا السؤال زينشيل جوهري، لازم تسأل نفسك هذا السؤال. ليش؟ حتى تحدد من هسه طبيعة العلاقة اللي راح تكتبها. واللي أريده منك من تدرس هذا الفصل، بالبداية لا تحل الأمثلة حل، لا تعال قول هذا توالي هذا توازي، بس اكتب شكل العلاقة فقط، لا تروح تحل المثال بالبداية، روح على كل أمثلة الفصل كلها، كل هذه الأمثلة قول أنا ايش راح أسوي هنا، توالي لو توازي. حتى فيما يخص الهومورك اللي مخليها لكم الأستاذ في الأخير، يعني بس اسأل نفسك، وإذا أنت تتذكر موضوع التوالي والتوازي من مرحلة الإعدادية من السادس راح تشوف أنه الموضوع بسيط بالنسبة لك. فاللي أطلبه منك بالبداية سوي هذا القضية. السؤال الثاني اللي لازم أسأل نفسي وأنا أحل السؤال شنو، أنه هل هذا السؤال statically determinant لو indeterminant، يعني هل هو محدد استاتيكيا لو غير محدد استاتيكيا. هذه شلون أعرفها وشنو أستفيد من أدها، يعني شلون راح أعرف انه هذا السؤال statically determinant محدد او غير محدد استاتيكيا، واذا عرفت شنو راح استفيده بالحل. بالحقيقه هذا السؤال اذا اسال نفسي واجاوبه قبل لا ابدي الحل اختصرت نص الحل، نص وقت التفكير اختصرت. شلون؟ خلينا نبدي واحد من الامثله حتى اوضح شنو فائده التفكير بهذه الطريقه. شوف هذا المثال مثلا، هسه من اسال نفسي السؤال الاول هل هو توالي لو توازي، بالتاكيد من الرسم مبين انه هذا السؤال توالي، الاجسام مالتي ثلاث اجزاء مربوطه على التوالي، يعني اذا اريد اتكلم عن استطالات راح اقول هو مجموع استطالات، هذا انزين. خل اسال نفسي السؤال الثاني، هل هو statically determinant لو indeterminant، هل هو محدد استاتيكيا او غير محدد؟ اولا شنو معنى محدد استاتيكيا؟ محدد استاتيكيا معناها انه معادلات التوازن لوحدها قادره على حل السؤال، معادلات التوازن لوحدها قادره على حل السؤال. يعني هذا الرسم اللي قدامك لو اطلب منك ايجاد رد الفعل هنا بهذا المسند، هذا المسند اللي على اليسار، لو أطلب منك إيجاد رد الفعل راح تقدر تستخرجها لو لا؟ إذا تأخذ summation fx مثلا راح تقول إيه والله هذا عندي، إذا عندي بس رد فعل واحد هنا أو بس ردين فعل هنا عندي، أنا معادلتين توازن تكفيني، summation fx summation fy أو عزم مثلا. كم مجهول بهذا المسند؟ خلي أقول أنا أعتبره fixed، خلي أقول السؤال قايل لي ترى هذا المسند مالتك fixed، يعني عندي ثلاث مجاهيل، رد فعل افقي ورد فعل عمودي وعزم، خلاص عندي ثلاث معادلات توازن تكفي. فاذا هذا السؤال هو statically determinant. ليش؟ لان عدد المجاهيل هنا يساوي عدد المعادلات. لكن هذا الكلام مو دقيق، راح اعدله، ركز وياي، اريد اتسلسل وياك بالافكار بحيث انا بس اتباوع للسؤال لازم اعرف انه هذا محدد لو غير محدد استاتيكي. حتى تحدد بشكل صحيح سؤالك محدد لو غير محدد استاتيكيا، اول شيء تسوي تشوف القوى مالتك بيا اتجاه متجه، كل القوى مو ردود الافعال، القوى الخارجيه المؤثره على الجسم رأسا أشرها بالقلم، قول هذه عندي هسه ثلاث قوى، هذه 2P والبي والـ4P، هذه ثلاثتهم متجهات باتجاه محور واحد اللي هو محور X. إذا شنو معناها؟
سمويشن واي ما تشتغل عندي، ما اعتبرها معادلة توازن. ما دام القوى كلها متجهة باتجاه الاكس فانا خسرت معادلة توازن اللي هي سمويشن واي، بعد ما تشتغل عندي لان هي متحققة اصلا فما تشتغل، ما تنطيني مجهول، خسرت معادلة توازن. بقى عندي معادلتين توازن اللي هي summation x تساوي صفر و summation moment يساوي صفر. مثلا بالمسند اخذ summation moment، بعدك اريدك مركز بالقوة مالتك الخارجية، شوف القوة الخارجية كلها تمر بالمسند لان كلها axial force باتجاه المحور الطولي، يعني اذا اخذ عزوم في نقطة المركز في نقطة المسند كل القوة تمر بهاي النقطة وبالتالي ما عندها ذراع، يعني السميشن مومنت يساوي صفر اصلا متحققة. راح اعيدها باختصار، اول شيء حتى احدد السؤال مالتي محدد استاتيكيا لو غير محدد، اول شيء اسويه اشوف القوة مالتي. في موضوعنا هذا بالاكسيالي لودد احنا مرتاحين شوية من هاي القضية، ليش؟ شوف اسم الموضوع شنو، axially loaded member، شنو يعني؟ يعني كل القوى المؤثرة غصبا عليها تتجه باتجاه المحور الطولي، بمعنى انا هذا الشرح كله شرحته ارد اوصل وياك النتيجة. بالaxially loaded سجلها يمك احفظها، بالaxially loaded members بالحقيقة عندك معادلة توازن واحدة، مو اثنين ولا ثلاثة، بس واحدة، بس واحدة، ما عندك غيرها، لأن السمويشن واي هسه هنا ما اشتغلت والسمويشن مومنت ما اشتغلت، وبالتالي جميع مسائل الأكسيالي لودن عندك معادلة توازن وحدة. هذه معادلة التوازن إذا عندك مسند واحد فهي كافية بوحدها، إذا عندك مسندين تكون مو كافية. ليش؟ لأن واو ركز وياي، أنا جاي أحكي بالمفاهيم الأساسية، ها أريدك تفهمها وأنت تخلي استنتاجاتك. شوف بما أنه القوى كلها باتجاه المحور الطولي، إذن بالمسند يتكون عندي رد فعل واحد، ما يتكون عمودي ولا يتكون عزم. ليش يتكون عمودي ما يتكون على يمن يرد؟ هو لكل فعل أكو رد فعل، لكل فعل أكو رد فعل، لكل قوة أكو رد فعل يساويها بالمقدار ويعاكسها بالاتجاه. هسا هذه القوة 2P والP والأربعة P، إذا تأخذ محصلتهم إيش يطلع لك؟ يطلع لك قوة واحدة متجهة باتجاه المحور الطولي، وبالتالي شنو يعني؟ يعني عندك رد فعل واحد فقط، يعني مجهول واحد، وبالتالي معادلة توازن واحدة كافية. كل هذا النقاش اللي حكيته أرد أوصل وياك النتيجة، سجلها واحفظها. سيفترض فهمناها بعدين نحفظها، دائما من تدرس أول مرة افهم وبعدين احفظ. في مسائل الأكسيالي لودد معادلات التوازن عادة تكفي لحل ردود الأفعال إذا عندي مسند واحد، إذا الأجسام مقيدة من جهة واحدة، لكن إذا مقيدة من جهتين صار statically indeterminate. خلينا نستعرض كم واحد وبعدين راح نناقش شنو فائدة انه انا اعرف السؤال مالتي محدد لو غير محدد، سر شنو يأثر على الحل. ها هذا محدد استاتيكيا، ليش؟ لان عندي مسند واحد والقوة كلها باتجاه المحور الطولي. هذا شوف هذا هل هو محدد لو غير محدد استاتيكيا؟ محدد استاتيكيا ليش؟ لان عندي مسند واحد من جهة اليمين. شوف هذا هل هو محدد استاتيكيا لو غير محدد؟ اولا هذا على التوازي، الاجسام مربوطة على التوازي، الاي بي والسي دي مربوطة على التوازي، لكن هذا غير محدد استاتيكيا. ليش؟ اكو مسندين، شوفهم مسند باي ومسند بسي، يعني على الاقل عندي ردين فعل، فهذا معادلات التوازن لوحدها ما تكفيني، ولهذا رحنا استعانينا ب
علاقة بين الاستطالات، هذا راح نرجي لها فد شوي. هذا غير محدد استاتيكيا، شوف مسند جوا ومسند فوق، معادلة توازن وحدة ما تكفي. هذا هذا statically indeterminate لو determinate، شوفه هذا محدد استاتيكيا، ليش؟ يبي مسند جوا فقط. فبمعنى خلينا نرجع للبداية لهذا المثال، وخليني أقول شنو فائدة، يعني هل إذا واحد ما قدر يحدد السؤال مالته محدد لو ما محدد استاتيكيا يقدر يحل لو ما يقدر يحل؟ يقدر، بس شوية تصير الشغلة أصعب عليه، شوية أصعب. من تدرس مسائل هذا الفصل أريدك تدرس بالتسلسل التالي، القاعدة الملاحظات راح أعطيك إياها، ثلاث ملاحظات هسه طبقها في أي سؤال يفترض تنجح عندك. دائما خلي ببالك أي موضوع الدرسة أكو قواعد أساسية لازم تنطبق على كل الأمثلة، إذا ما انطبقت على كل الأمثلة معناها هذه مو قاعدة أساسية، هذه فد ملاحظة. يعني سجل يمك هاي ثلاث ملاحظات أساسية في موضوع الأكسيال ريلودد حتى نتجاوزها نروح للموضوع اللي بعد. شنو هاي الثلاث ملاحظات الأساسية؟ أول شيء تشوف السؤال هل هو توالي لو توازي. إذا توالي تقول أنا راح أجمع استطالات، إذا توازي تقول أنا راح أجي لهذا السؤال أحاول أشكل علاقة مساواة بين الاستطالات من نوع معين. يعني مو شرط هذه الاستطالة تساوي هذه الاستطالة، قد تكون هذه الاستطالة تساوي نصف الاستطالة الثانية، قد تكون 2/3، قد تكون إشارة سالبة، المهم أكو مساواة. هذا المثال لا مبين توالي، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي هي حكيناها، هل هو محدد لو ما محدد استاتيكيا؟ هذه ملاحظة عامة، لكن إذا ما اشتغلت عليها ماكو مشكلة، يمشي الحل، يمشي بس قد يكون الطريقة أصعب. الملاحظة الثالثة المهمة جدا في هذا الفصل، انك لا تنسى جاي تتعامل مع اجسام هي محملة باتجاه المحور الطولي. شوف هذا المثال مثلا، اول شيء تسوي تقول خلت واو عانة، خل اركز وين الجسم المحمل مركزيا، يعني اكسيالي لودد. شوف هذا الجسم بي دي اي، هذا الافقي، هذا مو اكسيالي لودد منبر. ليش؟ شوف القوة 30 ما تمتد باتجاه المحور الطولي، اذا هذا بيم، يعني اذا هذا مو هو المطلوب اتعامل وياه في سؤالنا، مو هو. هذه نقطة مهمة تنتبه لها، لان احيانا بعض الطلاب ما ينتبه، يروح يحل ويروح يتصور انه هذا البي اي، هذا الضلع الافقي بقوة اكسيالي، لا هذا بيم جاي يشتغل. وانت تدري انت هسه هذا الامتحان راح تمتحن مادة الكورس الاول، ما عندك بيم انت الكورس الاول، فاذا مو هو هذا المقصود بالسؤال، مو هو هذا المطلوب اتعامل وياه. الاجسام هذه العمودية اي بي وسي دي هي اللي راح تتكون بيها قوة اكسيالي ناتجة من هذه الثلاثين. بمعنى تروح الى كل سؤال تشوف منو الأجسام المطلوب منك تتعامل وياها. شوف لي هذا المثال، هذه أجسام مربوطة على التوازي، قد طالب بعد أمام، يعني لين الآن شرحت لكم إياها هاي الفيديوهات، قد بعض الطلاب بعده مو مألوفة بالنسبة إلى شنو يعني ربط توالي وتوازي، يعني راح يسألني يقول لي هسه هاي وين الأجسام المربوطة على التوازي؟ أي أجسام تشوفها ما مربوطة واحد ورا الثاني قول هي توازي، يعني انت احفظ التوالي وقول اذا شفت الاجسام المربوطة عندك مو توالي قول توازي، هذا مثلا، او حتى هذا قبل شوي كنا نحكي عنه، هذا شوف الاي بي والسي دي، هذه اجسام مو مربوطة واحد بالثاني، مو واحد ورا الثاني جاية، اذا مو توالي اذا توازي، يعني يمكن اسهل طريقة تفتهمها بها هذه. في هذا الفصل اقرأ لي جميع الأمثلة المحلولة، في هذا الفصل كل الأمثلة المحلولة اقرأها لهم، وارك تريد تقرأها
لغرض يعني فهم أكثر اقرأها، بس أنا أعتقد برأيي إنه هذه الهوم ووركس ما كلش يعني ما كلش توضح لك الأفكار، الأمثلة أفضل من أدلة. فأقرأ الأمثلة بعدين راح أعطيك يعني من أخلص راح أعطيك ملاحظات عامة لي على جميع أمثلة الامتحان. هذا فيما يخص موضوع الأكسيري لودد، وأركز على أنه تفهم لي فكرة الفرق بين التوالي والتوازي. خليني أنتقل إلى الموضوع اللي بعده اللي هو موضوع الثيرمال ستريس. موضوع الثيرمال ستريس ما يختلف كثيرا عن الأكسيري لودد، ما يختلف كثيرا، بالعكس يشبه إلى حد كبير. يعني بس خليني أشارك المحاضرة، وبالحقيقة قد يعني واحد يعتبره جزء مكمل لموضوع الأكسيري لودد. هذا الثيرمال ستريس. شوف الثيرمال ستريس أريدك تفهم فكرته الأساسية، موضوع بسيط جدا أبسط من الأكسيري لودد، بس بفكرة واحدة أساسية إذا فهمناها أقدر أقول لك الموضوع انتهى. شنو هذه الفكرة؟ أنا حاتشيها بالفيديو بس خليني أركز عليها. الأجسام المقيدة، أو العفو خليني أبدي بغير مقيدة، الأجسام غير المقيدة ما تعاني من إجهادات حرارية. ليش؟ من ترتفع درجة الحرارة تتمدد براحة هذه الأجسام لأنها مقيدة، ومن تقل درجة الحرارة تتقلص الأجسام براحتها. فاحفظ لي هذا المبدأ، إنه الأجسام غير المقيدة ما تعاني من إجهادات ناتجة عن تغير درجة الحرارة، بس يصير بها استطالة. تستطيل جسم تسخنه يبدي يستطيل، بس يستطيل براحته اعتمادا على معامل التمدد الحراري مالته. العكس صحيح أيضا، يعني الأجسام المقيدة ما تعاني من استطالات لكن تعاني من إجهادات. ليش؟ واحد يريد يتمدد، جسم يريد يتمدد، وانت تمنعه ما تخليه يتمدد، فش يصير بداخله؟ يصير بداخله إجهاد، قوة داخلية تتكون بداخله. فإذا هذه الفكرة الأساسية اللي أريدك تفهم، إنه الأجسام غير المقيدة تعاني من استطالات ولا تعاني من إجهادات، والأجسام المقيدة تعاني من إجهادات ولا تعاني من استطالات، لأن هي مقيدة. بعد شلون تعاني من استطالات؟ بالتأكيد ما تعاني من استطالات. يعني أقدر أقول لك إياها باختصار، وصدقني إذا فهمت هذه الفكرة بشكل جيد هذا الموضوع تحول إلى ما يشبه الأكسيري لودد. شوف هذا المثال، بهذا المثال شوف الأجسام مالتك اللي ممكن تتمدد بتأثير درجة الحرارة. هسه واحد يقول لي هذا الجزء الأفقي شو ما ناطيني شنو نوعه؟ هل هو ستيل ألومنيوم هذا الأفقي اللي صاير عليه الحمل؟ أقول لك لأن هو ما يريدك تتعامل وياه، هو هذا إذا تمدد جزء الأفقي راح يتمدد لليمين ولليسار، وما مقيد، شوفه ما مقيد، فتحدث به بس استطالات. لكن الأجسام اللي جوها العمودية هي بالحقيقة مقيدة. ليش مقيدة؟ لأن تريد تتمدد بتأثير ارتفاع درجة الحرارة. الحمل اللي فوقها، الحمل اللي فوقها يمنعها تتمدد، يقلل من تمددها، ولهذا راح يصير داخلها إجهادات. نفس المبدأ اللي تكلمنا عنه، هل هذه الأجسام الثلاثة العمودية مربوطة توالي لو توازي؟ مربوطة توازي. إذا مربوطة توازي إذا أكو علاقة مساواة بين الاستطالات، وأنا بالفيديو شارحة ما أريد أشرحها، بس أنا جاي أنطي ملاحظات عامة حول الموضوع. مثلا هذا المثال هذا حتى إجاكم بامتحان الكورس الأول بالدور الأول، في وقتها أنا نبهت علي هذا المثال وحتى حكيت شلون راح يجي، قلت راح ينعكس المطلوب، وما كان ما يطلب الإجهاد بالألمنيوم
راح يطلب الإجهاد بالستيب. هذا أجسام مربوطة على التوازي. فإذا أنا أدور على علاقة مساواة بين الاستطالات، هذه علاقة مساواة بين الاستطالات، ما يفرق كثيرا عن موضوع الأكسيالي لودت. هذا المثال ركز عليه، أيضا شارحه أنا بالفيديو، ويعني الثيرمال ستريس ما أريد أحكي عنها أكثر من هذا، لأن هي تشبه الأكسيالي لودت، تشبه الأكسيالي لودت ولكن بتأثير ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة. الموضوع اللي بعد اللي أتكلم عنه نعطي ملاحظات عنه، اللي هو الثين وول سلندر. الثين وول سلندر واحد من المواضيع البسيطة اللي هي ما بيها تفاصيل كثيرة، مجرد عندي قانونيا لحساب الإجهادات، الهوب ستريس واللونجتيودنال ستريس. وحتى الأمثلة اللي بيه بسيطة، شوف هذا المثال وهذا المثال الآخر هنا. هذا أكو طلاب سألوني عن هذا المثال إنه ما شرحته. هذا بالحقيقة لأن أكو موضوع أنا ما أعرف يعني دكتور سامر نعطيكم إياه أو لا، اللي يخص البولتس البراغي. يعني هذا المثال أقرأ أنت بس إيجاد الإجهادات بيه، لأن يعني فيما يتعلق بالبولس البراغي هذه يعني موضوع يفترض تاخذه بوحده. هذا المثال ايضا اجاكم بالدور الاول، ما اعتقد بي اشياء، يعني ما بي افكار كبيره. هذا الموضوع هو انت مجرد شوف كل امثلته هي مجرد خطوتين تحسب بي اجهاد طوقي واجهاد طولي. فلهذا انا اطلب منك ترجع للفيديو تقراه، وخليني أحكي عن الموضوع الأخير باختصار اللي هو Stress Transformation. يعني قبل لا أعطي ملاحظات عليه راح أسأل سؤال وأريد تجاوبوني برفع اليد. كم طالب، بس خلي أعرضه، هذا الستريس ترانسفورميشن لعدة أسماء وهذا الموضوع. كم طالب يعتقد أنه هذا الموضوع صعب ما فهمه؟ هل يرفع يده؟ يعني أنا نزلت فيديو واحد عنه، بس أنا أطلب أنه لا، يعني على الكورس الأول من شنت، يعني بالكورس الأول كان طالب هذا الموضوع ما افتهمه ويعتقده هو مجرد حفظ قوانين وصعب. يعني لحد الآن 43 45 طالب، أي نص العدد الموجود تقريبا، أكثر من نص. ماشي، يعني خلينا نقول حدود بين 50 إلى 60 طالب يعتبرون هذا الموضوع ما مفهوم. هذا اوكي، نزل ايدك خلنا نعطيك تعليق او رأيي بهذا الموضوع. هذا اسهل موضوع موجود في مقاومة المواد بالحقيقة، وغريب انه الطالب يعاني من عنده. شوف الفيديو وانا راح اعطيك خلاصة عنه. موضوع بسيط جدا، ويعني يمكن اقدر اقول لك ما يحتاج الى دراسة، يعني يفترض الطالب ما يدرسه. ليش تبغى؟ يعني هذا الموضوع أنا أقول عنه سهل. ليش؟ يعني عندي فت ذكرى ويا هذا الموضوع، أنه يعني مرت تعين بالكلية ومحاضرة لاختبار صلاحية التدريس يسموها، أنه أنت تجي مخلص ماجستير ودكتوراه وتقدم على تعين بالكلية، يقولوا لك تعال أكو لجنة تناقشك في طريقة تدريسك. اختار لنا موضوع، أنا في وقت اختاريت هذا الموضوع شرحته، لقيته قدام اللجنة وحتى يقيمون مستوى طريقة شرحي. ليش اختاريت هذا الموضوع؟ لأن أعتقد أسهل وأهم موضوع في نفس الوقت في مقاومة المواد. شوف
شنو فكرة الموضوع؟ أنت شوف الفيديو بعدين، بس أنا باختصار راح ألخص لك إياه، وراح أقول لك ليش أقول المفروض الطالب ما يدرس، يعني قصدي ما يحتاج يروح يدرس ويحل تمارين، هذا مجرد إنه يعرف فكرته الأساسية. شنو فكرة هذا الموضوع؟ أنا اللي أتمنى منكم إنه كل موضوع تسأل نفسك شنو الفكرة من هذا الموضوع أول ما تدرسه، يعني إذا عرفت الفكرة الأساسية يفترض الباقي هو مجرد تفاصيل تعتمد على يعني بعض ما أسميها أفكار، أقول يعني بعض الملاحظات البسيطة. شوف فكرة هذا الموضوع جاية منين؟ أريدك تتصور وياي، خلينا ماشي خلينا ناخذ هذا الجسم، هذا الجسم المكعب، أو افترض أي جسم مثل القلم، تصور وياي هسه بيدك قلم، أنت قلم جاف قلم رصاص، سحبه بإيدك من الجهتين، أريدك تتصور هذا الموضوع ياي بهاي الطريقة، راح تقولي فعلا هو موضوع سهل ما يحتاج هواي أدرسه. تصور هذا القلم بيدك هسه وجاي تسحبه من الجهتين، أنت جاي تسلط هنا، جاي تسلط إجهاد شد على القلم. هسه إذا أسألك أقول لك هذا الإجهاد اللي سلطته شقد قيمته، راح تقول لي القوة على المساحة، ليش؟ يعني إجهاد أكسيالي نورمال ستريس. شوف وياي، يمكن خليني بس أعرض لوحة أقدر أكتب عليها حتى أفهمك بس الفكرة الأساسية من هذا الموضوع، وبعدين راح أقول لك شلون الدرسه. أنا سألتكم هذا السؤال يعني كم واحد يعتبره صعب، لأن أنا بالحقيقة حتى كنت ما ناوي أشرح هذا الموضوع بالفيديو، لأن يعني اعتبرت أنه من المواضيع السهلة جدا واللي يفترض الطالب بس يقرأ المحاضرة زايدة عليه. خليني بس أشارك لو حقدر أكتب عليها. يعني حتى الكلام اللي يرد أقوله ما يصير تخيل، لا شوف وياي، راح افترض عندي هذا الجسم، بس هذا الجسم صاير بهالشكل، يعني يرد انطي سمك بالاتجاه الآخر، زين خليني هيك ارسم سكتش بسيط، ولو ما جاي الرسم عدل بس اريدك تتخيله وياي. عفوا دكتور العرض اختفى. لحظة سعيدة، شوف وياي، اتصور وياي ولو ما جاء الرسم عدل، خليني ارسمك بشكل سكتش بسيط هيجي، اتصور وياي هذا البوكس، وعندك هذه فت قوة انت مسلطها بهالشكل، مثل ما قلت لك تصور القلم وجاي تسحبه. بس اذا اسألك هذه القوة بي شقد جاي تسلط اجهاد، راح تقول لي والله انا اذا اعرف مساحه المقطع العرضي هذه، مساحه هذا الوجه، راح اقول الاجهاد يساوي قوه على مساحه. فكره هذا الموضوع انه ايش راح يصير لو انا ما اخذ مساحه هذا المستوي، مو هذا الوجه، هذا الوجه راح افره بزاويه بحيث يصير بهالشكل، راح اقطع الجسم منه قطعه هيجي بشكل مائل، تصوروا وياي هيك قطعته، وجيت على هذا المستوى اريد اشوف ايش قد الاجهاد، هل هو اقل من هاي القيمه لو اعلى، وهذا القطع اللي قطعته انا بزاويتين، لا راح تقول لي خب انا ببساطه اجي احلل القوه بي الى مركبتين، واحده عموديه على هذا السطح وواحده موازيه للسطح، بحيث هذه بي في كوساين ثيتا وهذا بي في ساين ثيتا، وخلاص اقدر اقول هسه الاجهاد المسلط على هذا المستوي راح يصير بي في كوساين ثيتا على المساحه. اقول لك صح،
راح تقول لي اكو اجهاد ثاني موازي للسطح، هذا طبعا راح يتحول الى اجهاد قص، راح يصير البي ساين ثيتا على المساحه. لك صح، بس راح اقول لك هذا المستوى يدوره، اخذ غير قيمه للزاويه، كل شويه اخذ قيمه للزاويه، وبكل مره احسب لي الاجهاد، وروح طيني اعلى واحد من عندهم ايش قد طلع، واقل واحد منهم ايش قد طلع. راح تكتشف انه اكو قيمه معينه للسيجما، راح نسميها سيجما ماكسيموم، واكو قيمه سيجما مينيموم. انت وتدور المستوي مالتك، تفر بيه كل ساعه تغير الزاويه. هذا الحكي صحيح، بس لو يجي واحد يقول لك ترى انا كان عندي هم هنا قوه اف تاثر بهالشكل، تقول خلاص هذا راح اسميه سيجما اكس اللي نتج من البي، والاف راح تاخذ مساحه هذا الوجه، يعني الاجهاد هنا سيجما واي راح يساوي الاف على مساحه هذا الوجه. هسه اقول لك خلاص انا ليش ادوخ روحي، راح اخذ المنت صغيره فد عنصر داخل هذا الجسم، المنت صغيره، وراح اتصور عليها اكو اجهاد سيجما اكس بهالشكل جاي من هذه القوه بي، وهذا اجهاد سيجما واي بهالشكل، واكو اجهاد قص بهالشكل، مره اسميه تاو اكس واي، وهنا اسميه تاو واي اكس. شنو هي هذه الالمنت؟ هذا فد عنصر اخذته انا منه، قطعت هيك جزء المنت وجبته هنا، اريد ادرسه. ليش ادرس الجسم كله؟ وهسه هذا الالمنت انت تظل تفور بي وتطلع لي ايش قد اقصى، ايش قد الزاويه اللي تنطيك اقصى اجهاد سيجما اكس، وايش قد الزاويه اللي تنطيك اقصى اجهاد للقص، وايش قد قيمه اقصى اجهاد للسيجما، وايش قد اقصى قيمه للاجهاد القاص. هذا الموضوع، هذه فكرته البسيطه. نرجع للمحاضره، ملف المحاضره، وخلينا نشوف شنو القايلين بهذا الموضوع. خليني ارجع اشارك. شنو اريدك بهذا الموضوع تسوي؟ اذا فهمت هاي الشرح البسيط، اريدك تجي تفهم الاشياء التالية. انه انا اذا طلب من عندي، بس خلينا نشوف المعادلات، نرجع للمعادلة. هاي تبدي وياك من معادلات بسيطة. أنا طبعا بهذا الموضوع بالفيديو ما شرحت لك مباشرة على هذه المنزلة، لا شرحت لك من يعني من كتاب مرتب أكثر شوي. شوف تباوع لها هاي المعادلات، كاتبي لك جوا الاشتقاق موجودة، وهذه هو الاشتقاق جاي من هذا الشرح البسيط، قلت لك جاي تفر بال element، عنصر مالتك جاي تفر بي، ايش قد جاي تفر بيا زاوية ثيتا. ركز وياي بس تفهم هذه كم حكاية راح احكي لك اياها بدقيقتين انتهى الموضوع. تصور العنصر مالتك جاي تدوره، هو كان بالوضع الطبيعي مربع قاعد بهالشكل، وين هذا الرسم؟ عندك هذا، شوفه مربع قاعد بهالشكل، ومسلط عليه اجهادات سيجما اكس وسيجما واي والاجهادات القص. اجيت انت دورته بهذا الشكل بزاوية ثيتا، ايش راح تصير قيم السيجما اكس داش مسمينها هنا، السيجما واي داش، والتاو اكس داش واي داش، ايش راح يصير بيها؟ راح تتغير، تتغير وفق هذه المعادلات. هذه المعادلات يعني شكلها بسيط، يعني يفترض هي سهلة الحفظ أو حتى ما بيها حفظ. شوف هذا الحد الأول سيجما اكس زائد سيجما واي على 2، معدل الإجهادات، معدل الإجهادات العمودية زائد
الفرق بين الاجهادات او نصف الفرق بين الاجهادات مضروب بكوساين الزاوية زائد تاو اكس واي في ساين ضعف الزاوية. هاي المعادلات اللي تحفظها احفظها. شنو تكتب عليها هاي المعادلات؟ تكتب يمها هذه المعادلات تحسب لك الاجهادات على مستويات دارت بزاوية ثيتا، دارت افترت بزاوية ثيتا. فانت اذا بالسؤال المطلوب منك ايجاد الاجهادات على مستويات تميل بزاوية معينة تقول راح استخدم هذه المعادلات، تقول راح استخدم هذه المعادلات. انزل هذا القانون شنو هو؟ هذا تان تو ثيتا بي. هذه المعادلات تسجلها يمك تنطيك الزاوية اللي يميل بها المستوى. انت مو جاي تفر بالمستوى، الالمنت مالتك جاي تفر، وقلنا راح تلقى وانت تفر راح تلقى اكو قيمة ماكسيموم للاجهاد، الاجهاد العمودي. ها هذه الزاوية بشكل مباشر تجي تنطيك، او هذا القانون ينطيك قيمة الزاوية اللي تحقق عليها اكبر اجهاد. يعني بمعنى تعال حل هاي المعادلة تان تو ثيتا بي يساوي عندك التاو اكس واي وعندك السيجما اكس والسيجما واي، طلعها راح تطلع الزاوية، راح افترض الزاوية طلعت 15. معناها اذا ارجع لهاي المعادلات الثلاثة مالتي، هاي المعادلات الاثنين مالتي، اعوض بيها قيمة الثيتا 15، طبعا راح تضربها في 2 تصير 30 لنشوفها كوساين 2 ثيتا. اذا بهاي المعادلة الاولى والثانية اعوض قيمة الثيتا بي راح تنطيني الاجهاد الاعظم والاجهاد الاقل، راح يطلع دول المعادلتين واحدة منهم ماكسيموم وواحدة مينيموم. يعني اختصرنا الطريق، ليش انا اروح ادور الالمنت عدد كبير من الزوايا وادور بينهم منو الاكبر من الاصغر؟ لا، مباشرة اجيب هذا القانون تان تو ثيتا بي، اطلع الزاوية منها اعوضها بالمعادلة الاولى والثانية، واحدة منهم راح تعطيني ماكسيموم واحدة مينيموم. السؤال مين جبناها هذه؟ شلون عرفناها؟ عرفناها من صفرنا المعادلة الثالثة هذه. شوف القانون هذا، صفرنا الشير، او بمعنى اجينا اشتقينا المعادلة الاولى، لان احنا اي دالة بالدنيا اذا نريد نعرف المينيموم والماكسيموم مالتها شو نسوي؟ نشتقها ونساويها بالصفر. من تشتق المعادلة الاولى وتساويها بالصفر راح تطلع لك هذه العلاقة تان تو ثيتا بي. او اذا جيت الى المعادلة الثالثة وساويتها بالصفر مباشرة، اذا ساويتها بالصفر مباشرة، ليش؟ سجلها يمك، انا ما لقيتها بالحقيقة مكتوبة بشكل واضح بمحاضرتك هذه، سجل هاي الملاحظة يمك. المستويات اللي تحدث بيها الاجهادات الرئيسية، يعني اللي يحدث بيها الماكسيموم نورمال ستريس والمينيموم نورمال ستريس، هي المستويات اللي تكون خالية من اجهاد القص، ما بيها اجهاد قص. نريد نفهمها ليش؟ ارجع لي اول وراحت انا غلقتها، هذا المثال قبل شوي رسمته مالت القلم. ليش قلنا انت ليش تجي تقول السيجما يساوي بي على اي؟ ليش؟ السطح الخارجي لاي جسم خالي من اجهاد القص، ما بي اجهاد قص، هو سطح خارجي، ماكو شيء، ماكو اجهاد مماس له. فالأسطح الخارجية للأجسام عادة خالية من القص، وبالتالي تكون هي المستويات الرئيسية، يعني بيها بس نورمال ستريس. اختصارا يعني حتى تفهمها بشكل واضح، بس أريدك تقول هاي المعادلة مين جابوا لي إياها؟ هذه هاي المعادلة جبنا لك إياها لأنه الشير ستريس يساوي صفر بهذه المستويات، ما يحدث إجهاد قص، فأحفظها. إذا طلعت هذه الزاوية ثيتا بي، هذه الزاوية ايش تنطيك؟ تنطيك شغلتين،
تنطيك المستوي اللي يحدث به أكبر أو أصغر إجهاد عمودي، وفي نفس الوقت تنطيك المستوي اللي يكون به إجهاد القص يساوي صفر. يعني بالسؤال إذا قلت لك أوجد لي الزاوية اللي زاوية المستوي اللي يحدث به إجهاد قص صفر، تطبق هذا القانون. إذا قلت لك أوجد لي قيمة الزاوية اللي يحدث بها أكبر إجهاد عمودي، تقول لي هي نفسها هذه. فإذا أكبر إجهاد عمودي أو أصغر، طبعا الماكسيموم والمينيموم وين يحدثون؟ يحدثون في مستويات ما بيها شير سترس، وبهذه المعادلة هي اللي تحسب. فمعناها إذا أخذنا هذه الزاوية هسه ثيتا بمثل ما قلنا، ورجعنا لهذه المعادلات الأولى والثانية، عوضنا بيها قيمة الزاوية راح تنطيني أكبر إجهاد، والمعادلة الثانية يعني واحدة منهم تنطيني أكبر إجهاد وواحدة تنطيني أقل إجهاد. إنزين، شو يصير لو عوضت قيمة الثيتا بي بالمعادلة الثالثة؟ لازم يطلع التاو X داش Y داش صفر، لازم يطلع صفر. هذا الجزء الأول من الموضوع. الجزء الثاني من الموضوع يتعلق ب، أو بعدنا بهذا الجزء، ممكن تطلع الإجهادات الماكسيموم والمينيموم بدون استخدام الزاوية هذه، مو شرط. أنت إذا طلعت هاي الزاوية راح أعوضها معادلة الأولى والثانية. أو هنا اختصروا لك إياها، قال لك وما كان ما تطلع الزاوية وتالي تروح تعوض، لا أخذ هاي المعادلة مباشرة نشوفها ما بها الزاوية. سيجما إكزات سيجما واي على 2 بلس ماينس تحت الجذر هذا المقدار. معناها عندي طريقتين لحساب الماكسيموم ستريس والمينيموم ستريس. لو استخرج الزاوية ثيتا بي وعوضها بالمعادلات الأولى، لو اجي قبل على هذه المعادلة سيجما 1 وسيجما 2 تعني سيجما ماكسيموم وسيجما مينيموم، يمتى يطلع عندك السيجما ماكسيموم من تاخذ الإشارة الزائد هذه البلس، ويمتى يطلع المينيموم من تاخذ الماينس، يعني شوفه بلس ماينس. الجزء الثاني من الموضوع يتعلق بالشير، يعني وين المستوي اللي ينطيني ماكسيموم شير ستريس، وين صاير قد ما يلان مات. تجي هاي المعادلة تقول لي التان 2 ثيتا اس، ثيتا اس يعني للشير، تطلع التان مالتها بهذا القانون. واذا ردنا قيمة الماكسيموم شير ستريس، خلاص نقدر ناخذ قيمة هذه الزاوية ونعوضها بالمعادلة الثالثة هذه. يعني هنا مكان هاي الثيتا اذا تعوض الثيتا اس اللي طلعتها بذاك القانون، المفروض الشير يطلع عندك ماكسيموم. لكن لاحظ المستوي اللي يحتوي على ماكسيموم نورمال ستريس يكون خالي من اجهاد القص، لكن المستوي اللي يحتوي على ماكسيموم شير ستريس ما يكون خالي من الاجهاد العمودي، لا ينطيني قيمته، يعني يقدر استخرج قيمته. هاي الثيتا اس عوضها معادلة رقم 1 او معادلة رقم 2 راح تنطيك الاجهاد العمودي اللي يحدث على نفس المستوي اللي يحدث به اجهاد القص الاكبر. اخر شيء بهذا الموضوع، هذه المعادلة ايضا مباشرة تنطيك التاو ماكسيموم، ليش تطلع ثيتا اس وتروح المعادلة الثالثة؟ لا قبل منه. فصار انا ما عندي غير هذه الست معادلات، ثلاث معادلات الأولى هي الأساسية، ومعادلتين للزوايا ثيتا بي وثيتا اس، ومعادلة التاو ماكسيموم. شنو المطلوب منك بهذا الموضوع تقرأ؟ أيضا اقرأ لي هذه الأمثلة موجودة بالمحاضرة، وأنا حليت لك المثال اللي موجود أو مثالية الموجودات بالفيديو تختلف عن هاي الأمثلة. يعني اقرأ هذه الأمثلة اللي موجودة هنا، ويبقى عندنا المور سيركل. يعني اكو طلاب قالوا رسم المور سيركل صعب. المور سيركل طريقة ثانية للحل، وهي أسهل من الطريقة الأولى. ليش؟ أنا راح أنزل لك فيديو عنها إذا فرغت. هي ليش أسهل؟ لأن بعدها ما راح تحتاج تحفظ القوانين، فأنت مخير بالامتحان تريد تحل المور سيركل وتحل بطريقة المعادلات اللي شرحناها قبل شوية.
الطالب اللي يشوف صعب عليه يحفظ المعادلات، انا اقول له لا تحل بالمعادلات، حل بمور سيركل اسهل. مور سيركل اسهل شلون؟ شلون تستخدمه؟ شوف جدا سهله مور سيركل. انت عندك سيجما واي وسيجما اكس، يعني عندنا سيجما اكس وسيجما واي، وعندنا تاو اكس واي بالسؤال. خلاص يا اخي تعال ارسم لي محورين، المحور الافقي للسيجما والمحور العمودي خليه ليه جوا للتاو، محورين. زين هسه ايش تجي تسوي؟ تقول راح اخذ السيجما اكس ويا التاو اكس واي، احتياطياته مثلا سيجما اكس 80 والتاو اكس واي مثلا 60. تيجي تقول على المحور الافقي قيمه السيجما 80 هاي ناجت، وعلى التاو اكس واي قيمه 60، فحددت النقطه الاولى بي 1. النقطه الثانيه السيجما واي والتاو واي اكس اللي هو بالتاكيد يصير عكس التاو اكس واي، يعني اذا التاو اكس واي للاسفل التاو واي اكس للاعلى. صار عندي نقطتين بي 1 وبي 2. راح اعيد، عندك سيجما اكس سقط احداثياتها على هذا المستوى اللي هي سيجما اكس تاو اكس واي، اعتبرها نقطه سقط احداثياتها. النقطه الثانيه مين تجيبها بي 2؟ من السيجما واي والتاو واي اكس، التاو اكس واي عكس التاو واي اكس، يعني اذا واحد منهم 60 مثلا ثاني يصير سالب 60 وبالعكس. صار عندك نقطتين، وصل بينهم، وصل بينهم بخط مستقيم. هذا يمثل قطر الدائرة، قطر دائرة مور. وين يتقاطع ويا محور السيجما؟ هذا المركز. جيب الفرجال مالتك هسه، خلي الرأس مالته هنا على نقطة التقاطع مالت الخط هذا ويا المحور الأفقي، وافتح الفرجال بمقدار المسافة من هاي النقطة لحد البي 1. وارسم لي دائرة مور. بعد ما راح تحتاج تحفظ القوانين، ليش؟ واضح. إذا أنت تحتاج السيجما، سيجما ماكس هي هاي النقطة، أبعد نقطة بالسيجما هاي، فمن المثلثات بعد راح تقدر تحسب، لأن من هذا المثلث، شوف هذا المثلث، راح تقدر تحسب ايش قد هاي المسافة، تنقصها من نصف قطر الدائرة وتضيف لها هاي المسافة، يعني تصير شغلة مثلثات. ما حافظ القوانين انت. السيجما مينيموم هذه اللي هي احداثي المركز هذا، هذه ناقص نصف قطر الدائرة، قطرات السيجما مينيموم. التاو ماكسيموم هو قطر نصف قطر الدائرة، هاي بعد ما ندخل، نصف قطر الدائرة هو التاو ماكسيموم وحتى التاو مينيموم. إذا طلب من عندي في أي نقطة، أنا راح أشرح لك إياها بفيديو بس أتمنى هسه شوي فهمتها. إذا طلب من عندي أي نقطة، مجرد أسلط أسقط إحداثيات النقطة على الدائرة وبالمثلثات بنظرية فيثاغورس، أقدر أحسب إيش قد السيجما وإيش قد التاو. فمثل ما قلت، يعني تقدر أنت تحل مور سيركل حتى تتجنب حفظ المعادلة. هذا المثال، تقرا لي الامثله، عفوا هذا الموضوع، تقرا لي الامثله الموجوده بهذه المحاضره مال الدكتور سامر، وشوف الفيديو اللي انا نزلته، ممكن باكر او بعده انزل لكم بعد فيديو عن هذا الموضوع ببعض الافكار. لنا يعني انتي شرحنا اللي على المحاضرات، راح نعطيك مجموعه من الملاحظات تهيئك للامتحان. حتى تدرس الامتحان، طبعا انا اللي عرفت انه كثير من الطلاب يعني سعيهم ضعيف، يعني كثير من الطلاب سعيهم ضعيف، فيعني اعطيك نصائح حتى يعني خلينا نقول تتجاوز الامتحان وتنجح. اول قضيه، اريدك تحل جميع امثله المحاضرات مال الدكتور سامر وبمساعدة الفيديوهات اللي أنا نزلت لك إياها. كل الأمثلة حلها بيدك، يعني هواي طلاب بالدور الأول أعتقد ما حالين الأمثلة بيدهم. هذا مو معناه راح تجيك أسئلة نصاً نفس مثال المحاضرة، بس هي بالتأكيد من ضمن أمثلة، من ضمن أفكار أمثلة المحاضرات، ما تجيك فكرة غريبة عليك. ما راح تشوف فكرة غريبة عليك.
نهاية، كل الأفكار راح تلقاها موجودة في محاضرتك. فأسلم طريقة لك إنك أولاً تحل كل أمثلة المحاضرات الموجودة، مو الهوم وورك. يعني شوف الدكتور سامر ناطي هوم وورك، عوفها حل الأمثلة. ثانياً أسئلة الدور الأول اللي امتحنتوا بيها الزمها حلها، الزمها حلها للأخير. أحسن تمرين لك هو هذا، يعني حتى تستعد للامتحان كل شيء ما أريدك تسوي حل أمثلة المحاضرة وحل أسئلة امتحان الدور الأول فقط، لا تقرأ غير شيء بعد، لا تروح على هومورك مسائل سنوات سابقة كتب مصادر، هسه لا تقرأها بعد، مو وقتها، ما باقي عندك وقت، ففقط تقرأ لي أمثلة المحاضرة زائد أسئلة امتحان الدور الأول فقط، هذا اللي تقرأ. ثانيا هذه الملاحظة اللي دائما أنا أكررها، أسئلة امتحان الدور الأول بنتحلها يا أخي خلي ساعة قبالك وقول لازم أحلها بثلاث ساعات. صيغة الأسئلة اللي راح تجيك ما تختلف كثيرا عن أسئلة اللي جت، عن صيغة الأسئلة جتك بالدور الأول، تشبهها كثيرا، مو من حيث الأفكار لا، من حيث الترتيب. على كل موضوع من مواضيعك راح يجيك سؤال، قد يجيك واحد من الأسئلة ترك، بس ركز على أمثلة المحاضرة، لأن الأفكار اللي راح تجيك مو أفكار بعيدة عن أمثلة المحاضرة. ونعطيك ملاحظة مهمة فيما يخص إجابتك بالدفتر، أكو بعض الطلاب راسلوني قالوا أنا مجاوب، يعني فيما يخص الدور الأول للكورس الثاني، الكورس الثاني هذا اللي خلصها واستلمتوا نتائجكم، قال أنا، يعني كبار الطلاب قال أنا مجاوب بالامتحان بس ما نجحت، سعي 22 25 وما نجحت، فهو مثل المستغرب إنه ما نجح. أحيانا الطالب يتصور نفسه مجاوب، هو بالحقيقة أخطاء كثيرة. يعني أنا لاحظت بالدفاتر أكو بعض الطلاب ما يأتيني بحله، يعني هو جاي في رسم الشير فورس بيندنج مومنت مثلا ما مركز على النقاط اللي أنا ركزت عليها. لا يا أخي، أكو نقاط معينة الأستاذ يروح لها بالتصحيح، فاللي أريده منك بهذا الامتحان أنه من تحل حل بترتيب قدر الإمكان. يعني من أنا طالب منك مثلا أريد بالتورشن، إحنا شوية التورشن تجاوزناه ما شرحنا، لأن أعتقد بالفيديو أكثر موضوع وفيته هو التورشن، فلهذا يعني هسه ما تطرقت له، ما رد أخذ بي وقت زايد، التورشن أنت روح أقرأ، بس هسه أتكلم عنه بشكل التالي. مثلا في موضوع التورشن أنا أطلب من عندك مثلا إشقد مقدار الإجهاد اللي يسببه هذا التورك، أو إشقد مقدار التورك اللي يتحمله الشافت إذا شير سترس ما يتجاوز كذا والثيتا ما تتجاوز كذا. أنا اللي أريد أشوفه في نهاية الحل إنك نطلع المطلوب. شنو يعني نطلع المطلوب؟ يعني بامتحان الكورس الثاني أجي أنا أطلب بندك سترس، ألقى الطالب رايح مطلع مومنت أوف إنيرشيا كذا ما أدري شنو كذا، بس هو ما رايح مطلع البندك سترس اللي هو المطلوب الأساسي بالسؤال. هذه أريدك تتأكد منها، تدري ليش؟ لأن الأستاذ من يصحح يريد يعرفك أنت فاهم شنو المطلوب بالسؤال، لو ما فاهم، لو بس تريد تسطر خطوات طلع سنتروي طلع مومنت أوف إنيرشيا طلع، بس أنت ما تعرف شنو تريد. يعني ما بينت لي انه انت فاهم السؤال والمطلوب منك ايجاد مثلا الماكسيموم بندك ستريس. فمثلا هنا في موضوع التورشن على سبيل المثال، انا راح اطلب منك مثلا ايجاد التورك اللي يتحمله هذا الشخص، انت مو تروح راسا تكتب لي قانون التورك والجي هالقد والمدري شنو هالقد، بس ماكو ربط بين الخطوات، بحيث بالاخير انت ما راح تقول لي يابا ترى التورك اللي يتحمله هذا الشخص كذا قيمته. فهذه أريدك تركز عليها، بمعنى أنه تركز على أنه المطلوب بالسؤال اللي تقرأ بالسؤال يكون موجود بالحل مالتك. هسه صح أو خطأ قيمته مو هذا المهم، المهم أنه يكون المطلوب في السؤال موجود من ضمن الحل مالتك. تسألني عن الأسئلة، كثير من الطلاب يعني أحسهم متخوفين، لا تخاف لا تقلق، الأسئلة تجيك سهلة، ما تجيك أسئلة صعبة أبداً. وشفت انتو يعني للدور الاول انا خليت اسئلتكم، يعني كان دكتور سامر يدرسكم بس ما لحق يمتحنكم، انا امتحنتكم جبت اسئله تشبه المحاضرات وما
معظمكم سلموا الدفاتر فارغة وما أعرف ليش يعني. يعني ما أعرف تفترض إنه واجبتها سهلة حتى الطالب اللي ما كلش مسيطر على المادة يقدر يحل. أنا لهنا ما عندي شيء حتى لا أطول عليكم. الطلاب اللي عندهم أسئلة خليه يرفعون إيدهم وأنا أصيح بأسمائهم واحد واحد. اللي عنده سؤال عنده تعليق أي واحد كل يعني أي واحد عنده سؤال خليه يرفع إيده حاليا. حتى أنا أترك المجال يعني واحد واحد أصيح باسمه. ويعني أكرر إنه لا تقلقون من الامتحان، الامتحان سهل، بس أريدك تقرأ مثل ما قلت لك أمثلة المحاضرات وأسئلة الفصل الأول أو الدور الأول عفو. وأنا متأكد يعني الطالب اللي يعني خلي أقول اللي سعي 20 صاعدا خلي يطمئن إذا قرأ بشكل جيد ما راح يواجه صعوبة بالامتحان. مجتبى عادل غسان. نعم دكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. عفوا دكتور، بموضوع الستريس ترانسفورميشن. نعم. بالنسبه لصيغه السؤال، السؤال شوي قاعد يعني انت ما نطيت امثله عنه بالمحاضرات عفوا اللي نزلت في الفيديوهات، فاذا ممكن يعني شلون حتى نستخدم القوانين شلون بالسؤال يجي اذا ممكن توضح هذا. هي هو راح يجي يعني هو كل الامثله انت تشوفها الاسئله تدور حول نقطتين ثلاثه لون يعني زاويه واقول لك طلع لي بهاي الزاويه ايش قد قيمه الاجهاد. نعم تستخدم المعادلات الثلاثه الاولى دولا يجيك السؤال يقول لك يا بطلع لي الماكسيموم نورمال ستريس الماكسيموم شير ستريس فمو المعادلات الثلاثه الاولى تستخدم الباقيات. يعني بزمن دكتور سامر كان مثل قال كلمه برنسبل اذا تجي تاخذون هاي لازم تجيب لها ماكسيموم ومينيموم كان عندي هيك فد ملاحظه. اي ما افضل انا نقولها بهالشكل هذه يعني هذه تجميد العقل الطالب لا يعني انت عندك يعني ترى صدقني يعني انا قلتها يعني هذا الموضوع ما يستحق الدرس اصلا يعني انا برايي يعني طالب مو مالي درسه مستوي وجاي مين بزاويه تعرف الزاويه مالته لو ما تعرفها اذا تعرفها تروح تحسب الاجهاد منها اذا ما تعرفها معناها لازم تستخدم القوانين اللي تستخرج من عندها الزاويه. واضح دكتور شكرا جزيلا. ايمان. نعم دكتور. دكتور بخصوص موضوع نقل الإجهادات المثال الأول اللي شرحته بالفيديو يعني الشكل ما منطنة يعني شلون الدور الأول الشكل المنخلطين عليه الإجهادات حتى أعرف أني قلت التاو إكس واي والسيجما واي ساويتها بالصفر. إي أسطح خارجية إيمان. إي دكتور الأسطح الخارجية الشير عليها صفر. دكتور قصدي على السيجما واي هي الاكسيال سواء كانت في الاكس ولا كانت في الواي يعني انا اعتمادا على شنو خذيت الاكس. لا لا شوفي لا شوفي اكو قوه باتجاه الواي. لا دكتور اصلا ماكو رسمه مجرد بس منطق سؤال شرحته بالفيديو. لا شلون؟ لا الرسمه مو سؤال من ضمن لا انا رسمته لا رسمته بالفيديو شوفي مرسوم بس ما مفهوم من ضمن السؤال حتى اعرف انا. ايمان ماكو قوة باتجاه الواي، اكو قوة بس باتجاه الاكس، فمين يجي لي سيجما واي؟ منين يجي؟ السيجما اكس يجي من قوة باتجاه الاكس. السيجما واي ماكو قوة باتجاه الواي. يعني القوة باتجاه الواي صفر وبالتالي الاجهاد باتجاه الواي صفر. اوكي دكتور. اذا ليش التاو صفر؟ الاسطح الخارجية التاو صفر. ما رادل هيك الأسطح الخارجية تساوي صفر. ودكتور أكو مثال بهذا الثيرمال المثال الأخير البار اللي واحدة عكس الثانية آخر شيء قلنا الإشارات نعكسها اللي راح ناخذها هذا بالستير راح نعكسها بالثانية صح. دكتور من عكسته أنا ما طلع لي نفس الناتج. لا يطلع يطلع والحل موجود بالمحاضرة يمكن تشوفي. دكتور إيش أنا وقلت خلي أجرب الإشارات بس ما طلعت لي نفسي. لا لا يطلع لا يطلع شيك تأكدي يطلع. هو هذا المثال قلت لكم قبل شوي ركزوا عليه مو صحيح؟ دكتور. أيوه هذا راح يجيكم مثله بالامتحان بعد. إن شاء الله. زهرة. نعم دكتور. دكتور بالنسبة لموضوع الأكسيالي بالستاتيكال إنديترمينت. ايه. مثال الأول ايه.
دكتور احنا هسه اعتبرنا انه الار بي ما موجوده وحلينا عليه، زين احنا نقدر ناخذ الار بي انه هي موجوده وكل قطع اخليه بدلاله ار بي، يعني بيصير بدلاله ار بي مو ما يعني تطلع عندك عدد معادلات التوازن اقل من عدد المجاهيل ما تقدرين تحلين. مو دكتور من اسوي لكل قطع معادله توازن راح يصير عندي. ايش باي باي زهراء، هي هذه طريقة انه انا اشيل المسند يعني هذا اللي تقصدينه، اشيل المسند وبعدين اراجعه، هي هذه طريقة لتسهيل الحل، يعني حتى الطالب يتصور شنو جاي يصير، انا ارفع المسند واروح احل وبعدين ارجع المسند واحسب بس على يعني احسب بس تأثير رد الفعل حتى يترتب الحل، يعني حتى لا يصير الحل صعب. بس اللي تقولين انت مو خطأ. تمام دكتور، زين بالنسبة للموضوع الأخير يعني ما يجي سؤال، أنت محدد لنا الطريقة إذا نحل بالمعادلات أو نحل برسم دائرة مور؟ أنت شو تقولين؟ يا طريقة أسهل بالنسبة لك؟ المعادلات. ما أدري ليش يعني ما أعرف. الدائرة أسهل، مور سيركل أسهل، حتى لا أحفظ. حتى لا أحفظ. يعني دكتور حسنا أنت ما تحدد لنا بالامتحان كيف نحل؟ اي بس انا افضل تحلون مور سيركل. ليش؟ لان حتى لا تحفظون، يعني انا راح انزل لكم فيديو على مور سيركل واعتقد وراها راح تقولي لي انا راح احل مور سيركل، راح تقولين هيك اذا جالي سؤال بالامتحان حتى لو ما طالب مني انا راح احل مور سيركل، لان هي فعلا تخليني ما احفظ. تمام، وهي هسه المعادلات عندي احسن لان بعدني ما شفت الشرح مالت الدائره. اي مو انا بعد ما منزل لكم فيديو عليها، باكر اذا فرغت انزل لكم فيديو عليها. محمد عادل. نعم، السلام عليكم دكتور. اهلا. دكتور بالنسبه لموضوع نقل الجهادات. نعم. الثيتا شو وقت تكون موجبه وشو وقت تكون سالبه؟ عكس عقرب الساعه موجبه. عكس عقارب الساعه موجبه. نعم. تمام. زين بالنسبه لموضوع الثيرمينال قبل شوي طلعت المثال. ايضا ما طلع عندي نفس النواتج اللي هي واحده من القوى الاف بالستيل 16.4، ما طلعت عندي نفس الناتج. انا هاي بالحقيقه الامثله مال دكتور سامر ما مدققها ولا مشيكها ولا هذا، يعني اخذتها مثل ما هي. انه فكره الحل والخطوات كلها كانت صحيحه بس ما عدا ما اعرف بالحقيقه ما اقدر اجاوبك، لان انا افترض انه المثال صحيح لان دكتور سامر حل لكم اياه، فافترض يعني بالتاكيد هو مشيك الحل وناطي النواتج صحيحه، بس ما يعني مو مشكله اذا طلع الخط يعني اكو خطا بالحل، يعني خصوصا اذا الاستاذ حل بيد، احيانا حتى انا تصير عندي يعني احل بيدي يجوز ما انتبه على فتره قم، بس انت اذا متاكد من خطواتك صح. نعم دكتور. يعني اطمئن. تمام، شكرا جزيلا. ماشي زهراء. نعم دكتور، مساء الخير دكتور. دكتور بخصوص نسبة بوزون، دكتور احنا تعطينا قانون مال سالب يساوي lateral strain على longitudinal strain مقطع الأرض على طول. دكتور اكو قوانين منطينا اياها دكتور سامر واي بخصوص وافكار عن نسبة بوزون. دكتور انا ما قريتها، قريت بس المثال اللي انت شرحته بالمقاطع، كافي يعني؟ أنا أكرر هذه العبارة، كل شيء كاتب دكتور سامر مطلوب من عندكم، الفيديوهات اللي أنا نزلت هي لغرض توضيح بعض النقاط المهمة، يعني هي ما تغنيكم عن قراءة المحاضرة، الفيديوهات اللي أنا نزلت يعني أنا أفترض دكتور سامر مسويكم فيديوهات وشارحها، لكن أنا لغرض المراجعة سويت لكم هاي الفيديوهات اللي أنا أعتقد أنه يعني النقاط المهمة، بس ما تغنيكم عن قراءة المحاضرة، كل شيء موجود محاضرة دكتور سامر مطلوب من عندكم. تمام دكتور، مشكور. بعد اكو احد عنده سؤال؟ دكتور بالنسبة للأسئلة اللي أعطينا إياها دكتور سامر. نعم. اكو من خلال المحاضرات مالته يعني اللي كان يعرضها بالميت يشرح أمثلة إضافية. يعني هم يحتاج نطلع عليها لو نلتزم بس الموجودات بالملفات. زهراء كل شيء تطلعي عليه، كل شيء نعطيكم إياه دكتور سامر تطلعوا عليه. ولكن الفيديوهات اللي انا نزلتها لكم خلوها اخر شيء، يعني انك حتى تلخص، يعني اذا لاحظتي انه انا بالفيديو جاي انطي ملخص، يعني حتى انت تجمع افكارك بالاخير حتى تساعدك، يعني حتى لا تتشتت، يعني انا افترض
أنا يعني شفت إنه نسبة النجاح قليلة كورس أول، يعني معناها إنه معظم الطلاب ما فاهمين المادة، بس أنا أتوقع إنه أو يعني أفترض إنه شرح دكتور سامر كافي. غدير دكتور، بموضوع الستاتيك الانديرمننت أول مثال، أنت من حليته ماخذ الطول من تاخذ سكشنات، الطول مالتهن 300 ودكتور سامر ماخذ 150. هو يمكن هو يمكن هو كاتب شيء وحال شيء، أتذكر هذا يمكن هيك شيء، يعني هو من كاتب المثال كاتب 300 يعني ما كلش أتذكر، بس هي الأرقام ما مهمة غدير، المهم الفكرة، يعني مهم الفكرة، يعني هو يمكن أنا واحد من الأمثلة شفته إنه يعني هو بالمنطوق شكل كاتبه وعلى الرسم شكل آخر، يعني قيمة الطول يمكن هيك كانت، بس عموما يعني المهم الفكرة، أخذي الفكرة مالت المثال، لا كلش تهتمين بالأرقام. زين عابدين دكتور العفو، على هذا المثال مو احنا داخلينها مثل ما شرحتها بالفيديو دكتور بال 300، فراح يطلع الناتج يختلف، فإلا نقسم 300 على 2 نصير لنا 150، يا الله يطلع نفس الناتج. اي يعني نفس الكلام، يعني لا تهتم بالارقام، يعني انت المهم اخذ الخطوات، انا ردت بالفيديوهات الخص لكم الافكار المهمه، تمام. ما اهتميت كلش، بحيث انا حتى ما مراجعها فيديو امثله الدكتور سامر، ما راجعتها، قلت بس انطي الافكار المهمه. بعد احد عنده سؤال؟ يعني عندي بس ملاحظتين صغيره حتى نختم الفيديو. حازم عفوا دكتور، انا بالنسبه لي نظامي سنوي، ف يعني ما اعرف يعني المحاضرات، يعني بالنسبه للمحاضرات اللي حكيتها مثلا اللي هم راح اكتفي بهن، يعني اقدر اكتفي بهن؟ طبعا نفس الكلام ينطبق، ما يختلف. ولا السؤال تكرر بس دكتور، شكرا دكتور. خلي يعني بالختام نهاية محاضرتنا أقول لكم أنه لا تقلق من الأسئلة، بالعكس أريدك تدخل مطمئن، مادتكم سهلة وأسئلتكم ما راح تجي أصعب من الدور الأول، راح تجي بمستوى نفس مستوى الدور الأول، بس شدوا حيلكم حتى نجحون، ما راح تلقى سؤال يجيك أصعب من أسئلة الدور الأول، راح تجيك بنفس المستوى تقريبا او اذا مو اسهل من انت، ويعني من هنا الى يوم الامتحان اللي عنده سؤال يقدر يراسلني. يلا خلصنا، ويعني اللي عنده اي تعليق خلي يقوله، شدوا حيلكم واتمنى لكم تنجحون كلكم. شكرا. ما عنده شيء يقدر يقول. دكتور عفو، بس اذا امكن المعرف مالك موجود بالكلاس، ناشفه موجود ناشفه بالكلاس. شكرا دكتور. اوكي. سارة عندك شيء؟ عفو دكتور، بس بالنسبه للسؤال اللي بنسبه بوزان، تقدر تحل لي هاي الخطوه الاخيره اللي ما شفتها بالفيديو ما فهمتها؟ مالت ال التغير بالأبعاد؟ أي تغير الحجمي؟ أي، وبعد أنت من طلعتي التغير بال يعني باستخدام بويزن ريشيو طلعتي التغير بالطول وبالعرض، راح يطلع التغير الحجمي، يعني شو اسمه راسليني، يعني دزي لي اياها خطوة ما فاهمة، تصوريها حتى اكتب الشرح عليها. إن شاء الله. تصوريها ودزي لي يا خطوة ترديها. عفوا دكتور. نعم دكتور، اكو قانون نسبة بوزون اللي يساوي معامل يونغ 2 في 1 زائد نسبة راديو، هي نسبة بوزون الفي، بس دكتور يعني هذا القانون انا ما اعرف امتى اطبقه، هذا الوحيد يعني ما سجل على ملاحظات من دكتور سامر. ايدي يا قانون بالله جي يساوي معامل يونغ 2. جي هذا الجي هو نفس الجي اللي تستخدميه بالتورشن، بقانون التورشن. فإذا عندك
إذا عندك السؤال بتورشن وطالب يعني طالب سترين طالب فتشي ويتعلق بوزن ريشيو تحسبيه من هذه المعادلة، لأن هذا الجي هو الشير موجلس يعني هو اللي يتعلق بإجهادات القص الناتجة من التورشن. تمام دكتور، دكتور الجي دائما تكون معطى بالسؤال؟ اي جي لان خصائص مواد يعني مثل المودلس اوف بلاستيسيتي مثل الاي. اي نعم، وانا اتذكر بدكتور ساور مره طالنا قانون انه نستخرج من عدها الجي. اي لا هي يعني في معظم الاحيان تعطى بالسؤال يعني لان خاصيه ماده هذه. تمام شكرا. بعد ما عنده شيء يقدر يغادر. العفو دكتور. نعم. مناقة مقاومة الكورس الثاني هم تسوونه؟ اي خليها بوقت هسه، احنا خلينا نهتم جماعة الكورس الأول. نعم دكتور مشكور.